اللي بدينا منه قبيله هو هذا اللي هنا من هنا باش جينا وطلعنا تبعنا بالعكس جامعة جديدة اللي كي يبنيوها نهار الدرا كبيرة ومديرية الإقليمية وكلا الصناعة التقليدية هذه كاملة الشارع البرنسيبال العرائش الدار العامليات اللي هنا على الشمال دون الدار الفيلا ديالو وهنا غندورو وقيلا الموضوع كيقولو للسلام المهم احنا غندورو من هنا ومن هنا غادي نعاودو كيقولو لجنان بيضاوة وديك الجوايع سلام وجنان بيضاء واو هادشي كامل تنخرجو في المحصحص هادي الطريق اللي كتسالت نزل عريش بانو
سلام، هنا غادي نوقف دابا ومن بعد عاد غنكملو. جيت من واحد صديقي ونسني باش ندخلو نعملو شي تصوير هنا في شي بلايص وكذا. المهم هانتوما باقي معانا يلا نكملو التصوير. هي هادي اللي سقسيت عليها البارح. بعد فيديو ياك يلا الناس العريش بانوا اللي دوزنا بحدا الدار ديالهم واللي دوزنا بالحومه ديالهم يطاغي. يلا بانوا في التعاليق. هادي دوزنا دابا من حصحص هنا باش ندورو على الشمال ممنوع باش ندوزو على كواترو كامينو وكذا ندوزو من هنايا. هذا واحد باسيو ايضا مدينه قديمه ثم كدورو معنا. مش عارف كتير كتير كريم ولا ها؟ بقى أنا تسير 11 ونص نبقى خير. ماشي سبز العشية. لا ما تخافش. هذه بعد دخلت شي موسيقى. دخلت شي موسيقى. سيكا. هاي. كيف انا مش موسيقى. زين. شي طاجرة الحرير عارفو في دابا واحد خير تقدر ما تدخل من هاد الوادين هذا الرمبا اللي كيخرج دابا اللوطورة الجديدة اللي عملوها هنايا على اليمن راس الرمال وكذا وعلى الشمال كدور باش تمشي للمرسى اللي دوزنا منها قبيلة. احنا ديك الساعة نوقفو ونشوفو انواع الحوت اللي كاينة هنايا وشوية العتمينة شوفوا واش كاين. بقاو معنا. هادي تشمل العمالة سالكم قبيلة. يلا نوقفوا الفيديو حتى الهودون. احنا السلام عليكم خوت دخلنا المقطع هانتوما معنا هنايا هودون هنايا المرسى. يا مداري تنعى كريغري الخيرات ها زوما الخص ها الخيرات العرائش ها تبارك الله كلشي موجود ها اللي بغى الحوت الرخا والطراوة وكلشي موجود الله العظيم كلشي موجود الخص ها تبارك الله كلشي موجود اخي هنا كلشي موجود
خير سيدي ربي كم بس حلوة صار؟ هذا بوري عندك يجيب لكم الله درعي تمشيو تسرفوا هذا الصوص صغير كذا موجود تسوني ناس تبارك الله على على غرق قد شوف اسمع الله وخلاه الله خايتي تبارك الله تبارك الله الله وخلاه الله ها ثم الخوت كتشوفوا الاثمنه القنبة 70 درهم 65 درهم الأثمنة مناسبة والخيرات موجودة إن شاء الله الخيرات كل شيء رخيص وطراوة كل شيء موجود هنا ها زوما كتشوفوا تبارك الله صلاة سلام هذي كل شيء طراوة اللي قاعد يتفرج شوفوا الخبز كاملين بيكم اجيو تاقيو لنا خي محمد شوف الطراوه هنايا شوف تبارك الله شوف 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 تبارك الله الرايه تبارك الله شوف صلاه النبي الطراوه والرخاء والمعامله اجيو عند خي محمد هنايا هاودو هاودو كلوا الطراوه Thank you.